هلأ رح نروح لتاني محطاتنا، ومحطتنا لليوم رح نحكي فيها عن موضوع كتير مهم. بنعرف أنه بعض الأمراض لحتى يتم تشخيصها بشكل دقيق هي بحاجة لبعض أنواع التحاليل المخبرية، وهي التحاليل بتختلف بشروطها. شو هي التحاليل؟ لازم يكون في صيام قبل عدد ساعات الصيام، حتى نوع الصيام، في بعض التحاليل بتحتاج للصيام عن أنواع معينة من الأغذية حتى ما يطلع فيه أخطاء أو نتائج مضللة بهي التحاليل، وغيرها من التفاصيل اللي لازم نتعرف عليها وأهمية التحاليل للتشخيص الصحيح بالنهاية. كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها طبعا ضيفنا بالاستوديو الدكتور فؤاد يارد، وهو اختصاصي بالتشخيص المخبري. صباح الخير دكتور، يسعد أوقاتك. يسعد صباحك دكتور. بالبداية دكتور، اليوم كتير بنسمع بمصطلح التحاليل الدورية الشاملة للجسم كإجراء وقائي وصحي من بعض الأمراض، شو بتخبرنا عن أهميتها اليوم؟ تماماً، أول شيء سعد صباحكم، سنة خير يا رب. بداية الطب تطور بتطور اختصاص تشخيص المخبري، لأنه هو اللي بيرسم أحد الاختصاصات، بيرسم خارطة الطريق للتشخيص الصحيح. اليوم نحن بالأمراض كتير مهم تشخيصها عن طريق التحاليل. هلأ نحن عندنا مجموعة من التحاليل اللي إذا نعد عدد التحاليل يمكن نوصل لأربعة آلاف تحليل. فمنا الدموية والهرمونية، ووصلنا هلا نحن عم نحكي بتحاليل عن طريق الوراثة والبيولوجيا الجزيئية. بس نحن كتير مهم نعرف كل تحليل كيف نوصفه بالشكل الصح وأيمتى نستعمله. يعني مثلا نحن عنا كتير موضوع بيقول لك الصيام بالتحاليل، إنه أنا لازم يكون عندي لازم يكون صايم قبل هذا التحليل ولا ما لازم يكون صايم قبل هذا التحليل، هذا التحليل فيني اجي اعمله باي وقت ولا لا. فنحن هي الاكثر شيء بنعاني منه، انه المريض اوقات بيتعذب بهذا الموضوع، لانه موضوع الصيام اوقات بالتحاليل شوي بيلبك بعض المرضى. فهي الفكره الرئيسيه، انه نحن تشخيص التحاليل، تشخيص الامراض عن طريق التحاليل هو رينج واسع كثير. بس نحن بدنا نعرف ايمتى نستخدم التحليل الصح بالوقت الصح. أكيد. طيب دكتور، خلينا ندخل أكثر بتفاصيل. اليوم حضرتك قلت في عنا أنواع كتير من التحاليل، خلينا كمان صرنا نسمع هلأ مصطلح مثل ما قلت التحاليل الهرمونية وغيرها من التحليل، شو المقصود فيها؟ ونعطي هيك فكرة بسيطة عن بعض أنواع التحاليل اللي بحاجة للصيام، عدد الساعات وما إلى ذلك. تمام. هلأ مثلا نحن لنفترض ما في حدا ما بنسمع تسمعي جارتك قرايبينك بيقول لك عندي الغدة. صحيح، كلنا عندنا الغدة. هو بيقصد انه عنده مرض بالغدة الدرقية، ان كان قصور او فرط نشاط. نحن لتشخيص هذا المرض عندنا التحليل الاساسي اللي هو اسمه TSH. TSH هو هرمون من عايره دمويا، بس هو TSH بيكون الذروة تبعه بين 2 الصبح والأربعة الصبح، ببلش بالانخفاض. أوطى قيمة له هي بعد الظهر. هلا هذا التحليل مثلا ما له وقت صيام، يعني انت ما بتقولي للمريض صوم لحتى تعمل تحليل TSH، بس هذا نحن نعرف تماما امتى نعمله. هلا هذا الشيء امتى بيفرق معنا؟ اذا مثلا بيجي بيقول لك حدا انا شخص طبيعي ما عندي مشكلة، اوكي هذا الحكي صح، بس امتى نحن هي الأزمنة كثير مهمة بالنسبة لنا. اوقات في اشخاص بيكون بلش عندها أعراض بسيطة، قصور تحت سريري أو فرط نشاط تحت سريري أو شيء، بتلاقيه على الحد الأعلى طبيعي أو على الحد الأدنى الطبيعي. فأنت وقت تاخديه بآخر الوقت لإله، وقت بيكون بأوطى درجاته، هاي القيم بتضوعي. فعادة المرضى شو بيصير؟ ممكن طبيب يكتب له هالتحليل، يقوم هو بيلاقي حاله بالطريق حتى لو كان بعد الظهر، بيقول لي خليني فوت أعمله. فنحن مثلا تحاليل هرمونية إلى أزمة معينة، مثلا تحاليل سكر الدم، أغلب المرضى بالنسبة إلى صيام إنه أنا لا عندي تحاليل سكر الدم لازم صوم، هذا الشيء صح. بس في مرضى عم بيكون الصيام مرهق لإلها، كيف يعني؟ بيقول لك دكتور قدي لازم صوم وقدي لازم نجهز حالي للصيام التحاليل وقديش؟ هي الفكرة امتناع عن الأكل مو الشرب،
يعني هو بس في الصبح بيقدر يشرب كاسة مي، يشرب فنجان قهوة. بس الأكل بشكل عام كله بيقطعه؟ الأكل مو يقطعه حتى. يعني مثلا حتى اللي بياخدوا أنسولين الصبح بينطبق عليهم هذا الموضوع؟ كاسة مي، فنجان قهوة بلا سكر. طبعا نحن دائما بنقول فنجان قهوة بلا سكر لأنه هو بالنهاية رايح يحلل تحليل سكر. هو يكفي أنه تعشى بالليل ونام. هالساعات النوم اللي هي 8 ساعات 7 ساعات هي كافية. يعني ما بدها كمان الصيام الشديد ممكن يوتر الجسم تماما، يعمل هبوط سكري. تمام. مثلا أوقات بيكون عندنا مرضى بدها تعاير حديد دم. مثلا مرضى عندها فقر دم بعوز حديد، بنعاني من مشاكل أنه بيقول لك أنا صمت بس هو شو أخذ حبة حديد. فأنت بتشي عم تسحبي الدم عم تعاير الحديد، تلاقي كل المشعرات هي مرتبطة بفقر دم بعوز حديد. صح. بس حديد المصل عالي. والله يا دكتور انا ما اكلت، والله انا صايم، بس هو اخذ حبه دواء. فانت هذا عيار 48 عيار دوائي، عيار دوائي يعني بالمصل، مو عيار حقيقي. واليوم مثل ما بتعرفوا التحاليل ما عادت رخيصه وهي مرهقه على المريض، مكلفه صارت اكيد. فهي الفكره الرئيسيه. تحاليل كثير هرمونيه، مثلا نرجع التحاليل الهرمونيه الى علاقه، مثلا تحاليل نسائيه الى علاقه باوقات الدوره الشهريه، مو امتى ما كان انا بقدر اعملها. فهي إلى أزمنة معينة، إلى شغلات معينة. تحاليل الشحوم مثلا، كل التوصيات الحديثة بتقلك تحليل الشحوم أنت ما لازم تصومي. كان من قبل يقلك تحضري حالك 3 أيام لتحاليل الشحوم، بعدين صار يقولوا الصيام 16 ساعة. هلأ كل التوصيات الجديدة بتقلك أنه أنت لازم تعطي صورة حقيقية لجسمك. يعني إذا أنت كل يوم تاكلي خروف مكتف بالليل، ليلة تحليلك تاكلي خروف مكتف، بدك تشوفي الصورة الحقيقية لجسمك، مو انه انا حضر حالي قبل بثلاث ايام صفي ما عم باكل غير زعتر وخضرة، خلص انا بصير حياة صحية كاملة. صحيح. يعني هي اهم فكرة. طيب دكتور خلينا نحكي اكثر، يعني هي التحاليل كل قديش ممكن نعملها؟ يعني بنسمع ممكن 6 شهور او سنة، شو الافضل برأيك؟ هلا في تحاليل عامة ممكن تنعمل بفترات مراقبة 6 شهور أو سنة، بس أنا دائما بنصح إنه أي حدا بده يعمل تحليل يروح يعمل استشارة طبية قبل ما يعني يعمل أي تحليل. لأنه أوقات أنت طبيب السريري من خلال سياق الحديث ممكن أنت توضحي له إنه أنت حاسة بشيء معين أو شيء بيوجهك أكثر بالتحليل. في كتير تحاليل ناس ممكن تعملها إلى دلالات تانية غير الدلالة اللي الناس تعرفها. مثلا اجت فترة طلعت موضة الناس انه كلها تجي على المخبر بدنا نعمل تحليل مقاومة الانسولين لنشوف شو وضعنا. تحليل مقاومة الانسولين له دلالات تانية غير موضوع السكري. فممكن اذا كان عنده مرتفع شوي هو يفكر المريض في شيء وهو بطريق تاني. مثلا هي الشغلات كثير مهمة انه التحليل ما ينطلب غير من قبل طبيب مختص. ما هيك دغري انا رايح اعمل تحاليل تشيك اب لحالي. انا دائما بفضل يكون عن طريق طبيب سريري يشوفه يفهم منه مزبوط شو صاير معه. بس مجرد تشيك اوقات كلمه من المريض ممكن توعي الطبيب على فكره المريض بالنسبه له عادي. مثلا انا مثلا عم فوت على الحمام كذا مره بالنهار، بيدور لباله شغلات طبيب. يعني نظرة الطبيب لهي القصة غير نظرة المريض. أكيد. طيب دكتور فؤاد خلينا نحكي كمان اليوم عن أهمية الأدوية والتحاليل. في كتير ناس مثلا بيكون عندهم نظام دوائي، أو مثلا بنعرف مريض عنده عدد من الأمراض المختلطة بياخد عدد من الأدوية ما فينا نوقف رياها، أدوية الضغط، أدوية القلب وغيرها من الأدوية، بيصير معه التهابات، بياخد دواء التهاب قبل ما تطلع نتائج التحاليل، وخصوصا اذا عم نعمل زرع او غيره من بيقول لك بعض الدكاتره بيقول لك ما بيأثر. طب هذا الشيء ما بيعطي ايجابيه كاذبه او سلبيه كاذبه بنتائج التحاليل؟ 100%. حكيتي انت فكره كثير مهمه وكثير عم نعاني منها. هلا بدايه اسمحي لي جزئ الفكره انه نحن كثير مهم الادويه كثير مرتبطه بالتحاليل، بمعنى انه نحن اوقات الادويه اللي بناخذها لازم نعملها معايرة مشان نتجنب سميتها مثلا أو تأثيراتها الجانبية. مثلا نحن عندنا مميعات، لازم مريض إذا بياخد مميعات لازم دائما نعمل تحاليل دورية لحتى الطبيب يشوف حالة الدم بشكل ما تأثر على المريض. مريض عامل لنفترض مثلا زرع كلية،
ادويه التثبيط مثلا سيكلوسبورين، وهدول بدون معايره، بدها رفع جرعه ولا تنزيل جرعه. ادويه القلبيه مثل الديجوكسين، اوقات المرضى القلبيه عندها امراض قلبيه بتاخذ ديجوكسين بدون معايره مشان يتجنبوا سميته. هي بالجانب الاول. فهذا الموضوع كثير ضروري انه المريض يراقب ادويته عن طريق التحاليل. الشق الثاني انه اوقات نحن الدواء هو مركب كيميائي بالنهايه عم يدخل على الجسم، فهو له تاثير على الجسم. كثير اوقات نحن ادويه ممكن تعطينا ايجابيات كاذبه وسلبيات كاذبه. يعني نفترض بيجي حدا مثلا ممكن مدام عم تعمل تحليل كشف حمل، بتقوم تطلع عندها ممكن ايجابيه كاذبه. السبب بكل بساطه هي ممكن تكون عم تاخذ دواء مدير بولي، ممكن تكون اخذه مضاد قلق. هدول الادويه ممكن تعطينا ايجابيات كاذبه بهيك تحليل. كثير تحاليل ممكن تعطينا ايجابيات كاذبه. مثلا بيجي مريض عنده مشاكل هضميه، بيطلب له الطبيب تحري دم خفي بالبراز، بتطلع ايجابيه. كثير اوقات هي بنشوفها. شو السبب؟ بنقول له انت بتاخذ اسبرين، بيقول لك ايه الاسبرين ممكن يعطيك ايجابيه كاذبه، فهو لازم يتوقف الدواء قبل التحليل. ولذلك لازم كثير ننتبه على هاي الموضوع. الادويه كثير ممكن تاثر على نتيجه التحاليل. في كثير مرضى ممكن تاخذ انتبيوتيك او صاد حيوي، بيجي عم بيعمل تحليل سي بي سي، ممكن نلاقي صفيحاته شوي نزلت، بيقوم بيرتعب المريض. وهي فهو ممكن يكون هذا الشيء تاثير الدواء، تاثير جانبي للصاد، ممكن بعد 4-5 ايام من توقيفه يرجع. دائما لازم المريض يقول انا عم باخذ هاي الادويه قبل اجراء اي تحليل، حتى يخبر طبيب المخبر ويخبر طبيب المعالج. يعني اوقات ممكن مريض جاي جديد عن طبيب معالج ما بيحكي له كل ادويته، بفكر انه هي ما له دواء او يعني او شغله بسيطه روتينيه، لازم اي تفصيل يتخبر فيه. الفكره اللي حكيتيها موضوع الصادات، نحن هلا قدام مشكله حقيقيه جدا 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 جدا. مقاومه الصادات مشكله عالميه، عم بتدق ناقوس الخطر مثل ما بيقولوا. اليوم كل الدراسات بتقلك للاسف بال 2050 قد يكون علاج الاورام والسرطانات اسهل من علاج انتان. لهي الدرجه بكل بساطه، لانه في استخدام عشوائي للصادات. حبه ال 500 ادويه الالتهاب، حبه ال 500 يعني اذا الواحد عنده وجع راس او رشح بتلاقي كله صحيح. وجع ان جرحت اصبعته اكيد ياخذ صاد حيوي، كسر ضفره لازم ياخذ حبه ال 500. هذا الشيء نحن عم نشوفه للاسف. نحن وقت بنكون عم نشتغل لنفترض زرع بول او زروعات قيح او شيء، بتلاقي انه عندك مشكله فظيعه، مقاومه صادات مرعبه. مريض جاي من بيته عنده انتان بولي، بتلاقي عنده مقاومات شديده، اي صاد حيوي فموي ما فيه ياخذه، لنبلش نفكر فتح وريد. هذا الشيء مشكله فظيعه. لازم كثير ندير بالنا. الوصفه لا تكرر، يعني بمعنى اوقات في مريض بيصير عنده انتان بولي، عمل زرع، الطبيب وصف له دواء معين، فاذا تكرر معه الانتان بيروح بيعيد نفس الوصفه. هذا الشيء مو صح، لانه قد يكون غير جرثوم، وحتى لو كان نفس الجرثوم ممكن ينوصف غير دواء مشان ما يصير عنده مقاومه على الصاد القديم. فموضوع الصادات كثير لازم نتعامل فيه بحذر، لانه عن جد ناقوس الخطر مثل ما بيقولوا. طيب شو النتائج السلبيه اللي ممكن يحدثها في حال تناول يعني بشكل كثير كبير؟ مقاومة صادات. اليوم انت عم بقول لك شو الفكرة استاذة، انه انت مريض جاي من بيته حياته مفاية مشفى، عم بيجي تعملي له زرع بول، بتلاقي كل الادوية هو مقاوم عليها، وصرنا عم نحكي نحن نعالجه بالادوية الصف الاخير. فهذا الشيء كارثة، يعني كارثة طبية. اذا هذا بلشتي له من هلا هيك، اذا احتاج بعدين. طيب دكتور، احيانا بيكون في حالات معقده يعني، وخصوصا بهذا الموضوع اللي عم تحكي عنه. يعني بنعرف في بعض الاشخاص بيكون عندهم امراض مختلطه، مثل اللي بيكون عنده سلس بول وعنده سكري، بيدخل بدوامه الالتهابات البوليه بشكل دائم، ومع تكراره
يعني مع اختلاف الصادات حتى لو غيرها، بس نحن بنعرف انه جسم الانسان له كمية معينة من هذا الصاد وبعدها ما عاد يستجيب عليه. تمام. فممكن بلش بالروز، بعدها بلش بغيره من الأدوية، وصل لإيماكاسين وإلى ما ذلك. وإذا كان عنده أمراض أخرى صدرية، لأنه بنعرف أدوية البول تتضارب مع الأدوية الصدرية، فهون دخلنا بدوامة، شو الحل؟ هلأ هي الصادات مشتركة لكل الأمراض، يعني أنت بس تقولي صاد حيوي فهو لكل الأمراض. إن كان الإمتانات الصدرية ولا إن كان الإمتانات البولية و الفكرة إنه ده يكون طبيب هو اللي عم يقود القصة، إنه يعرف إنه أنا استعملت له للمريض هذيك المرة هذا الصاد لازم غير له، استعمل له غير شيء، أعمل مشاركات معينة لحتى أقدر أتفادى مقاومة الصادات المستقبلية. أما وقت بيصير في استخدام عشوائي للصادات نحن عن جد قدام مشكلة حقيقية. أوقات بتلاقي ناس صغيرة بالعمر من هلأ مقاومة صادات فظيعة عندها، مثلا تلاقي صبية عمرها 20 سنة جاية لعندك بإنتان بولي عندها مقاومة صادات فظيعة. 20 سنة هلأ عندها مقاومة على الصادات، معناتها بعد عمر طويل شو بنعمل؟ فهي المشكلة الحقيقية اللي نحن عم نواجهها هلا. طيب دكتور، خلينا نروح شوي للأطفال حديثي الولادة، يعني أكيد أنهم بحاجة إجراء فحوصات دورية بالبداية، شو أهميتها وإمتى موعدها؟ هلا بالنسبة للأطفال في لهم برنامج معين لتحاليلهم لفحوصاتهم. في أهم شغلات نعمل فحوصات المتلازمات الوراثية. TSH اللي حكينا عنه هو أحد تحاليل بتنعمل للأطفال عند الولادة للمراقبة، لهم برنامج معين ولهم تثبيت نتائج بشكل نحن مثل بنعمل لهم إدبارة بتضل معهم هي للحديثي الولادة إنه هذا الرقم كان مرجعي، نحن هذا الولد ما عنده أي مشكلة. وفي برنامج بلشت فيه سوريا إنه مراقبة حديثي الولادة بالتحاليل، وهي شغلة كثير مهمة. طيب كمان دكتور خلينا نحكي، اليوم حكينا عن كثير من التحاليل اللي هي بتحتاج لصيام وغيرها، ايضا بعض انواع الاغذيه بتاثر على التحاليل وخصوصا مثل تحاليل الحديد، اذا كان اكل خضروات او اي شيء فيه اخضر، يعني ممكن ما ياخذ حبه الحديد بس ياكل خضار 100%. فبيقول انا ما عملت شيء 100%. وما هيك بتطلع الايجابيه كاذبه. خلينا نذكر هيك العالم بعض هاي التفاصيل. 100% دائماً ننصح إذا حدا عنده أي تحليل، معايرات، معادن، فيتامينات، أي شيء له علاقة بالتحاليل اللي ممكن تكون نتائجها مرتبطة بالغذاء أو بالدواء، أنه يوقف مكملات غذائية أو أدوية قبل 48 ساعة من التحليل لحتى نأخذ نتيجة حقيقية واضحة بدون أي اختلاطات وأي إيجابيات كاذبة أو سلبيات كاذبة. هي أهم نقطة. اثنين، دائما يكون التحليل مرتبط باستشارة طبية، دائما المريض يفوت يسأل عن طبيب المخبر إنه أنا بدي أسألك يا دكتور هي التحاليل كيف لازم أتعامل فيها. يعني مثلا نحن أوقات إذا الطبيب لنفترض بده يطلب له للمريض سكر دم فهذا التحليل بده صيام، اوقات بيكون المريض بده الطبيب بده يعمله المريض بس خضاب جلوكوزي ما بالضروره يعمل له سكر دم. فحتى لو هذا التحليل مرتبط بسكر الدم ممكن ما يكون بده صيام. مثل ما قلت اوقات الصيام هو مرهق للمريض، فكثير مهم يكون في تعاون بين المريض والطبيب ويسألوا يستفسر عنه مشان ما يكون في إرهاق على المريض كمان. تمام. بدنا نشكرك كثير دكتور فؤاد يارد، اختصاصي في التشخيص المخبري، واكيد نتمنى سلامه للجميع. امين يا رب. شكرا كثير لك. يسعد صباحك. شكرا لك يا دكتور ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا لك.